ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. عملنا القراقيش، عملنا شوية بالعجوة قبل ما نحط اليانسون على العجينة، عملنا شوية سادة باليانسون وحمصنا اليانسون وعملناها بطريقة سهلة وبسيطة، دفينا اللبن شوية شكلناها ودخلناها الفرن أهو. ودلوقتي هنعمل بسكوت شاي خفيف ولطيف، بس هنعمله صحي، هنعمله بالشوفان أو بديل قمح الحبة الكاملة، لأنه في ناس كتير قوي بتحبه، الأطفال كمان بيحبوه صحي ليهم قوي، إذا عملنا منه وديناهم منه هيبقى جميل قوي. في أولاد صغننين حتى الأطفال الصغيرين لما بيتعمل لهم باللبن كده أو بالمية أو على حسب هم بدأوا البسكوت بتاعهم أو على الزبادي، بعد ما بيبدأوا خلاص ياخدوا الزبادي بيبقى جميل قوي وبيبقى مفيد قوي وصحي جدا. انتوا اشتروه بره، العلبة بتبقى غالية جدا، خلينا نعمله في البيت. تعالوا نقول مقاديره. بسكوت الشاي عندي كوباية ونص من الدقيق القمح الكاملة، بضيف عليه أنا شوية من دقيق الشوفان. حضراتكم عايزين تعملوا كوبايه ونص دقيق قمح، عليها نص كوبايه من الدقيق الشوفان، مفيش مشكله. عندي رشه ملح، نص كوبايه سكر، معلقه خميره، معلقه صغيره عسل، معلقتين كبار من الزبده، معلقتين زيت، نص كوبايه من اللبن او تزيد او تقل على حسب نوع الدقيق، بس هي هتزيد، نص معلقه صغيره قرفه حسب الرغبه، ممكن تضاف، ممكن لو تبقى تشعيره خفيفه قرفه تدي تيست، او ممكن تبقى من غير خالص ونحط فانيليا. طيب ده دي الحبه الكامله اهو، ادي الدقيق اهو، هناخد كده، هاخد رشه ملح بسيطه. طبعا عندي نسبه سكر كويسه، فانا بظبط نسبه السكر مع الملح. هوريكم بصه بس كده على القراقيش من فوق، بصوا كده، وهقلبها الناحيه الثانيه. انا دهنتها وحطيت عليها شويه اهي، بصوا عليها بس بصه، حطيت عليها اللبن مع بس هلفها الناحيه الثانيه كده عشان تاخد اللون من الناحيه دي كمان. تمام اهو، هنقفل وتعالوا بينا هننزل بقى دقيق، بسم الله، القمح ده هطعم بشويه دقيق شوفان. لو عندكم معلقتين جنين قمح مكان الشوفان حطوهم احسن واحسن. جنين القمح من الحاجات المفيده جدا. طيب هاخد كده السكر، عايزة أقول لكم إيه يا حبيبتي؟ ده إيه؟ أوكي، خليني بس نحط كده الزيت، حطيت الخميرة، حطيت الزيت، أنا هنا هحط بصوا فتفوتة زي دي من القرفة، حاجة كده لا تذكر، أهي تدي تيست ومش هتبان قوي. اللي عايز يحط زنجبيل ممكن، يعني على حسب حضراتكم، عايزين من غير مفيش مشكلة. هاخد كده معلقة من العسل، معلقه من العسل يعني معلقتين صغيرين. العسل ده بقى يعني عايزه اقول لكم للمناعه رائع، للحروق البسيطه رائع، للناس اللي عندها حاجات جلديه بيرطب البشره بشكل رائع، بيعالج حالات سوء التغذيه. عارفين العسل ده لو جبتوه حطيته معلقه قرفه كبيره باودر عليه قوي المناعه في اسبوع. طيب هاخد الزبده دي طريه بدرجه الحراره انها تسيح معايا، خليني انزلها بس كويس بالاسباتو، فكروني باللي في الفرن يا اولاد، اوعوا تنسوا. طيب هنضرب ده. طيب يا حبايبي ماشي كده، نقلب كل الخليط ده الاول مع بعض، اثبت بس دي. تمام يلا بينا. حطيت الكميه زيت وزبده عشان ما يطلعش طري قوي، انا عايزاه يطلع مقرمش، فحطيت زبده على زيت. بصوا كده هنضيف بقى اللبن دافي، بسم الله الرحمن الرحيم، اشوف الخليط. تعالوا بقى هنا، معلش عشان انا الخليط ده تنسوش ان ده دقيق قمح ودقيق شوفان، والاثنين بيحتاجوا سوائل اكتر شويه من الدقيق العادي، وممكن يخدعني هو دلوقتي ويفضل قدامي طري وفجاه الاقيه نشف وشقق، فخلوا بالكم من النقطه دي قوي. دقيق القمح ده فوائده كتير جدا جدا، في فيتامين ه، وفي بيعالج حرق الحب الشباب،
بيخلص البشرة الدهنية من الدهون الزيادة، عشان كده بنعمل بيه سكراب. بص، في نسبة من الكربوهيدرات بتساعد على خفض مستوى السكر في الدم. بصوا العجينة، بصوا الجمال، بس برضو ما بنكترش منه. كل حاجة في منها الكويس يعني الصحي، كل ما بنزيد عن حدها أكيد ما بتبقاش في المصلحة. دول هنا، تعالوا نبص على القراقيش. خلاص دن، اللي هي اللي بالعجوة جهزت، هوريها لكم. خلينا بقى نشوف دي. بسم الله، طلع دي فوق، هوريكم دي. يا نهار أبيض، أنا شقيت الراجل. حقك على راسي، حقك على راسي والله. بصوا بقى، ناخد طبق كده، طبق. بسم الله، أنا الولاد بيلففوني حوالين نفسي هنا. طب يعني ما أنا هقدم في إيه؟ بصوا الجمال، يا نهار اسود، جميلة جمال ما شاء الله. واو، بصوا، يا لهوي، الأخيرة دي أنا هبقى أكلها، بقول لكم عليها، حاضر. وبعدين ندي إيه؟ مصور الزعلان ده، فاكرنا مضطهدين ولا حاجة. وده مش حقيقي خالص. شايفين الجمال؟ طبعا انا هروح اديله واحده بنفسي دلوقتي، عشان بجد يقولي نسيتيني، انا ما اقدرش والله. ساعات بقى بنعمل البتاعه دي برول. رول ازاي؟ عارفين نحط طبقه رقيقه جدا من العجوه على طبقه رقيقه جدا من العجين، نعمله مع بعض طبقتين. دي بقى بتاعت بشويه، انا راح اديها له بنفسي والله. بص الجمال، وانا اقدر. طب دوق بقى وهي سخنه. عايزه اقول لكم بتتعمل طبقات، نفرد العجين نحط راق ونرولها زي السنبون كده، وتتقطع بتبقى رولات. مره تانية نعملها بشكل جميل. عايزه اقول لكم بصوا اهي، ادي اللي بالسمسم، ادي في منها كبير، دي الميني الصغيره لو عايزين، عشان بصوا في احجام كبيره وفي احجام وسط، في احجام صغيره، اللي حضراتكم تحبوه كله موجود. تعالوا بقى نفرد العجينه بتاعت البسكوت اللي احنا قلنا عليه، بسكوت الشاي اللي عملناه دلوقتي. وما تنسونيش في اللي في الفرن، فكروني. بصوا بقى، شايفين انا سبتها شويه، بصوا بقت ماسكه ازاي، ما بقتش طريه. ده تسلم ايديكم وعينيكم والله، شكرا ليكم، شكرا جزيلا. انا بقى احب الصغير اللي محشي حلو عجوه، ده احبه بقى، احب الصغننه اللي هي دي بس فيها عجوه طريه كده تاكلوها تدوب في بقكم. مش قادره اقول لكم على انا عايزه هفتح لكم واحده في الاخر بس بعد ما نستعرض في كله. بصوا بقى، اما سبتها شويه العجينه بدات عملت ايه؟ مسكت نفسها عما كانت لينه قوي، عشان بدات الدقيق يتشرب كويس. كده بقى انا العجينه طالما انا عملت كده مش مشققه، اعمل دايره كده الاقيها كده مش مشققه، يبقى هي كده امان. انا عايزه العجينه كده بقى. خلاص هفرد، اكيد مش على دقيق ابيض، هفرد على برضو الدقيق القمح او دقيق الشوفان. دي بقى تتقطع بالقطاعات، اعملوها بقى دواير. في بعض الحاجات البلاستيك بتحط عليها مسميات البسكويت المشهور قوي اللي احنا عارفينه اللي بالقمح ده، وانا عملته النهارده بالقمح والعسل، نسبه عسل ابيض فيه عشان يبقى مغذي وكويس. بتتباع في محلات مستلزمات الحلواني، تقدروا تشتروه وتطبعوا على البسكوته، تطلع كانها حقيقيه جاهزه. طيب هاخد كده المردله وتعالوا نفرد. ما تنسوش ان ده فيه خميره، فانا لازم ارققه قوي. هنتكلم على كل اللي انتوا عايزينه. خلاص هنتكلم بقى عن كمان فوائد الخميره. فيها نسبه حديد عاليه جدا، لو اتشربت مع لبن كمان بتساعد على النوم بشكل كويس. بصوا مهم، عارفين ليه؟ ليه تخفيف الام مرض النقرس. في ناس بيجيلهم الام كده مبرحه، ففيها غنيه فيتامين ب جدا لهشاشه العظام، بتعالج القلق والتوتر، كويسه جدا لتساقط الشعر. عايزه اقول لكم بتتعمل ماسكات الخميره دي للتفتيح، بيعملوها زي سكراب كده وبتتعجن وبتتحط للتفتيح في الجسم في السبا والحاجات دي.
بعمل كده عشان احس ان كلها ماشيه مسافه واحده مش ايه. تمام، تعالوا بقى نجرب كده ناخد بالقطاعه. انا معلش هطلع دي كمان، بصوا كده هقلبها معلش الناحيه الثانيه، دايما قلبوا الناحيه الثانيه يعني عشان تبقى تمام، تاخد من جميع الاتجاهات. بصوا حبايب قلبي خدوها كده من جميع النواحي كده، حلوه روعه، ونسيبها شويه. تمام، تاخد لون كده كده كمان شويه. انا بقى بما ان هي خدت اللون ده هنا فوق، خليني بقى اخليها تحت على الجناب عشان تاخد اللون اللي احنا عايزينه من الجناب اهي. مهم قوي موضوع التقليب ده من وقت للتاني. تعالوا بقى ناخد كده، عندي كذا قطاعه. اولا تقدروا تعملوا القطاعه العاديه التقليديه بتاعتنا اللي هي دي كده، الشكل التقليدي لهذا نوع من البسكويت. خلاص هاخد كده صاج عليه ورقه خبز، ورقه خبز مدهونه عشان ما يلزقش. وتعالوا ناخد، عايزه سباتشولا او حاجه زي دي، ممكن دي كويسه. ممكن هاجي كده بالتوسبيك او باللي هي عصايه خله السنان، لا الشوكة مش هتدي نفس الشكل يعني قوي، يعني العلامة بقى بتيجي في النص هنا، نحطها كده في النص. انا ساعات كمان بحب اعملها كده، بصوا شايفين الشكل ده، احب اعملها بالظهر، شايفين؟ يعني على حسب حضراتكم حابين ايه. خروشه جنبي، حد بياخد حاجه من جنبي اكيد. بصوا كده، انا مش عارفه بس انا ما طلعتش حاجه، الحاجات قدامي اهي، فيا ترى اللي بياخد ده بياخد ايه؟ قطط قطط، هنا في قطط، قطط كبيره شويه. بصوا كده شايفين ازاي، ودي كمان. ويلا بقى نحط، طبعا ده حراره 180، لا شك في ان الدرجه تبقى مظبوطه جدا. هنبدا بقى ناخد الايه، البسكوتات دي، بس دي لا دي مش حلوه، دي مش ناعمه قوي اهي. هنعمل بقى كده، انا هشيل بقى كل الحاجات دي وهرص على الصاج وهعمل لكم شكلين. بصوا بالقلب نقدر نعمل قلب، القلب برضو شكل جميل بحبه قوي الحقيقه، والورد عشان حدش يزعل اهو. ونشكلهم وهنرجع نعجن العجينه تاني، اللي اتبقت الحروف دي هنشيلها خالص وهنرجع ناخدها نعجنها تاني ونفردها عشان نعمل بقيه الاشكال لحد ما نخلص كل كميه العجين ده. انا بقى هرص البسكوتات دي ونستسمع حضراتكم الاستراحه ونرجع نستكمل الوصفه اللي جايه. خليكم معانا، وصفه مميزه جدا لكل اللي طلبوها، مستنيكم بعد الاستراحه.